السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. بهذا الفيديو رح نحكي عن 5 أمور فاجأت الأجانب المقيمين على الأراضي التركية، وفي إجراءات هامة جدا لازم تعملوها مشان أنتوا كمان ما تتفاجئوا بهذا الموضوع. بداية ضعوا إعجاب للفيديو وخلينا نفوت بتفصيل الموضوع الأول. طبعا الخمسة أمور يا أخوان هن: إذن السفر، موعد تحديث البيانات والنفوس، إذن العمل، تصريح الإقامة، ودورة الاندماج. تفاجأ آلاف السوريين والأجانب في تركيا بعد أخذ موعد لتحديث البيانات أو تثبيت عنوان النفوس أنه تم إبطال الموعد بعد فترة، وهن عم ينتظروا لحتى يجي موعدهم. يعني أخذوا موعد بإدارة الهجرة، عم يستنوا مر شهر شهرين 3 أشهر، بعدين تفاجأوا أنه هن ما لهم موعد. فالإجراء اللي لازم تعملوه بالنسبة لهذا الموضوع أخواني أنه تتصلوا على الرقم 157 وتتأكدوا من صحة موعدكم إذا صار لكم زمان عم تستنوا الموعد. في حال الموعد تبعكم كان ملغي لازم تاخذوا موعد من اول وجديد، رح خليلكم باول تعليق مثبت كيفيه اخذ موعد. الحاله الثانيه يلي ايضا فاجات الاف الناس، في كتير اشخاص قدموا على اذونات عمل وهن عم يستنوا اذن العمل تبعهم، ولكن ما بيعرفوا شو صار باذن العمل تبعهم. تفاجئوا بعد فتره انه تم رفض اذن العمل، ولكن هن عم يستنوا على امل انه اذن العمل تبعهم ممكن يجي. فمشان هيك يا اخوان لما بتقدموا على اذن عمل بعد 3 اشهر اذا ما بيوصلكم اذن العمل لازم تتصلوا على وزارة العمل وتتحققوا، أو فيكن تتحققوا من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة العمل عن وضع إذن العمل، هل تم القبول أو تم الرفض، مشان ما تضلوا عم تستنوا على الفاضي. الموضوع اللي بعده إذن السفر، في ناس قدمت على إذن السفر على الإيدولات ولكن مر على التقديم 5 أيام 10 أيام 15 يوم. إخواني على موقع الإيدولات بعد ما تطلبوا إذن السفر بعد 14 يوم إذا ما تمت الموافقة على إذن السفر بيتم رفض إذن السفر تلقائيا بشكل أوتوماتيكي. مثل ما لكم شايفين هي كمان فاجأت احد الاشخاص، يعني انتم بدكم تطلعوا على الموقع تشوفوا اذا اجى رفض ترجعوا تقدموا مره اخرى للحصول على اذن السفر. الموضوع اللي بعده موضوع الاقامات، في الاف الاشخاص قدموا على تجديد للاقامه وتاخر كرت الاقامه تبعهم وهن ما عندهم فكره هل تم قبول تجديد الاقامه او انرفضت الاقامه تبعهم. بهي الحاله يا اخوان لازم تتصلوا على الرقم 157 وتتاكدوا اذا فعليا هل تجديد الاقامه ساري ام تم ايقاف الاقامه تبعكم او تم رفض الإقامة تبعكم. لازم تتحققوا من هاي الأمور منشان ما تتفاجئوا فيما بعد. والموضوع الأخير، في ناس كتير سجلت على دورة الاندماج من خلال الرابط ولكن لسه عم تستنى موعدها وموعدها ما إجا تأخر. بهي الحالة إخواني بتراجعوا أقرب مركز هالك أي تيم عليكم وبتقولوا لهم بدنا نسجل على دورة الاندماج. بعد ما تسجلوا عندهم بشكل يدوي بتنتظروا الموعد تبعكم، وفي حال بقى تأخر الموعد خلص هن صار عندهم علم إنه أنتوا حابين تحضروا دورة الاندماج. طبعا يا إخوان مشان أنتوا ما تكونوا استنيتوا على الفاضي ومشان ما تتفاجئوا فيما بعد بهي الأمور إذا واجهتكم، كل شخص عنده موضوع بخص هاي الأمور يلاحق هذا الموضوع ويقوم بعمل هاي الإجراءات لحتى يكون عارفان كيف الأمور عم تمشي. رح وافيكم إن شاء الله بجميع الأمور والمستجدات الهامة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة. كل الحب والاحترام، تحياتي لكم جميعا، سلام عليكم.